ما خدناش دوري وكاس مع بعض. الله اكيد الحمد لله بأحمد ربنا السلام. مبروك يا حبيبي، مبروك يا حبيبي، مبروك يا كابتن، مبروك يا حبيبي، مبروك يا كابتن حسام. تقييمك الاول طبعا لفوز النادي الاهلي النهارده، فوزنا في وقت صعب شويه، جون جه فينا في وقت اصعب بس قدرنا ان احنا نرجع في المباراه. شفتك كنت هادي على الخط بالتحديد بعد ما جه فينا الجون الاول. في البدايه طبعا بحيي كابتن فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمون. شكرا. طيب همسك الكاس ماشي. اكيد بحيي كابتن فاروق، كابتن ربيع، سمير كمونه، كابتن وليد صلاح، كابتن وليد تحياتي ليكم. اكيد بحمد ربنا الاول على الفوز النهارده. عوده الكاس بعد 10 سنين طبعا اكيد ليها طعم خاص، وفي نفس الوقت يمكن سيناريو المباراه كمان شفنا سيناريو المباراه برضه من الحاجات اللي هتفضل في الذاكره. فرقه النادي الاهلي لعبت قدام فريق مميز النهارده، لكن انا باكد ان احنا خلال اللقاء النهارده احنا كنا الافضل، احنا كنا الاخطر، الفرص كثيره، لكن يمكن ما كانش فيه توفيق في الفرص اللي جت. لكن هو الفرحه النهارده كمان انك انت بيجي هدف فيك في الوقت الاضافي الاول وبتقدر تتماسك وبتقدر ترجع تاني وتكسب. بقول ده فضل من ربنا وتوفيق اكيد من ربنا، والتوفيق تملي يمكن الكباتن الموجودين في الاستوديو عارفين التوفيق ما بيجيش من فراغ، وراه عمل كبير جدا، مش فرد ولا حسام لوحده ولا الجهاز لوحده، كلنا كل واحد من الموجود، انت شايف الكم الكبير، كل واحد من الموجود معانا في الجهاز من اصغر واحد لاكبر واحد الكل بيركز، وده اسلوبنا في العمل، وده اسلوبنا في العمل، لازم يبقى كله مركز وكله بيتعب وكله بيعمل عمل بشكل كويس. مجلس الاداره اللي ورانا بالهدوء بترك المسؤوليه بشكل كامل، وده اللي انا بفضله في طريقه العمل. بشكر مجلس الاداره. تحيه خاصه لجماهير النادي الاهلي، بقول لهم انا سعيد جدا النهارده بالبطوله دي اللي انا بهديها لجماهير النادي الاهلي اللي كان نفسي تبقى موجوده في المدرجات النهارده. وصدقني يمكن كل فتره تحضير الكاس مصر كنت بفكر في الجماهير، بفكر في الكاس دوت عشان الجماهير. بعد 10 سنين هيفضل برضو باسم الجهاز دوت ان هو بعد 10 سنين بيرجع البطوله ديت بيهديها لجماهير النادي الاهلي. انا كمدير فني اول مره افوز بكاس مصر، يمكن كمدرب عام فزت بيها مرتين قبل كده، اعتقد مرتين قبل كده، لكن اول مره كمدير فني فبتضاف ليا، فبقول الحمد لله وبقول مبروك. كابتن حسام قلت ايه للعيبه بين الشوط الثالث والرابع؟ كنا مغلوبين 1-0، ايه التعليمات اللي قلتها لهم؟ صدقني كنت باكد ان احنا هنفوز يعني بالاداء. عندك ثقه كم؟ طبعا بالاداء، بالفوز، ببعض التعليمات طبعا، لان كان في برضو بعض الحاجات موجوده في الملعب اتكلمنا فيها اتعدلت شويه، وبعدين عملنا تغييرات كان فيها توفيق من ربنا، فبحمد ربنا الحمد لله. واصرار اللعيبه، لازم اقول للعيبه، بشكر اللعيبه، لان كل اللي حصل ده بمجهود اللعيبه. انت بتقول العمل وبتقول المجهود وكده، لكن كل الترجمه وكل الاخراج الاخير عن طريق الابطال اللي احنا شفناهم النهارده، اللعيب المميز اللي احنا شفناه، فعلا لعيبه النادي الاهلي المميزه. بقول لكم مبروك، بقول لكم شكرا، وان شاء الله عندنا فتره ان احنا نفرح. اهم بطوله افريقيا يعني. انا بقول عندنا فتره بس انت تستاهل بص. عندنا فتره نفرح. ابوس بشكر بشكر مجموعه العمل، بشكرك، بشكر الدكروري، بشكر كل الناس، كلكم بتعملوا مجهود معانا، الدكروري وكلكم بتعملوا مجهود معانا، بشكر قناه الاهلي، بشكر كل الناس. كابتن شكرا. لسه مستمرين معاكم طبعا، فوز كبير.